يعني اتكلم بكل صراحه، جماهير النادي الاهلي كمان اتبسطت النهارده بتاكيد وجود بيكهام اللاعب لاعب المنتقل او كان معار لدجره وانتقل للنادي الاهلي، لعيب مميز جدا. بيكهام طبعا عارفين تالق مع وادي دجله الموسم اللي فات وكمان مع منتخبنا الاولمبي، هو كمان الولد على مستوى فني عالي جدا، بيلعب في كذا مركز، بيكهام ممكن يلعب سيرد باك، ممكن يلعب باك يمين، ممكن جدا يلعب وسط ملعب، وده شفناه مع المنتخب الاولمبي في وقت من الاوقات في البطوله الافريقيه. لاعب مميز على مستوى النادي الاهلي. تعالوا مع بعض نشوف بيكهام قال ايه ونرجع مع حضراتكم. طبعا رجعت لبيتي زي ما انت بتقول، وانا فرحان جدا ان انا قدرت ارجع بيتي تاني بعد سنتين تعبت فيهم وحاربت عشان ارجع بيتي وابقى المسؤوليه. انا طبعا واحد من ابناء النادي قبل اي حاجه، وانا فخور ان انا موجود في النادي الاهلي. يمكن انا في النادي الاهلي من وانا عندي 8 سنين 9 سنين، يمكن والدي بصراحه تعب معايا في السن ده لحد سن 15 سنه. كنا بنروح نتمرن 3 ايام في الاسبوع من المنصوره للقاهره، كان معايا موجود كل الثلاث ايام دول، بيوصلني وبيجيبني لحد ما قعدت في استراحه الناشئين في مدينه نصر لحد سن 21 سنة، لحد سن أول حاجة 18 سنة طلعت إعارة حرس الحدود، ورجعت السنة اللي بعدها قعدت سنة كمان في النادي وطلعت إعارة تاني وادي دجلة، كانت سنة بس. بعد 6 شهور وادي دجلة خلاص اشتراني يعني من النادي في صفقة محمد محمود، ويمكن بعدها عدى سنة ونص كمان ورجعت بيتي. يعني طبعا انت بترجع من النادي الاهلي وبتخرج من النادي الاهلي عشان تثبت نفسك اكتر، لو انت ما خدتش فرصه جوه النادي فانت بتحتاج تلعب في اي نادي تاني عشان ترجع بيتك تاني، عشان المكان اللي انت مولود فيه واللي انت بتحارب عشان تبقى موجود فيه، ومكان اي لعيب في مصر دلوقتي او في افريقيا او في العالم يتمنى يلعب طبعا في النادي الاهلي، نادي كبير. وانا بصراحه حاربت عشان ارجع في النادي. انت لو مالكش مكان جوه النادي، لو ما بتشاركش، لو ما فيش فرصه انك تشارك بصفه اساسيه في النادي الاهلي، طبعا لازم تطلع اعاره بالنسبه للاعيبه اللي موجوده في النادي، لازم تطلع اعاره تجرب سنه واتنين. انت لو بصيت دلوقتي معظم اللاعيبه اللي موجوده في النادي معظمها كانت في النادي وطلعت اعارات ومشيت ورجعت تاني عشان اجتهدت وتعبت، وانت في الاول والاخر ابن النادي، غيرك غير اي حد تاني بتبقى متربي على حاجات معينه وتمارين معينه وحاجات جوه النادي، لما بيقارنوك بحد تاني لو انت نفس المستوى وحد من ابن النادي غير حد تاني متربي بره النادي فبيختاروا ابن النادي طبعا. يمكن بدات بعد بطوله افريقيا بتاعت المنتخب الاولمبي، بدات مع كابتن امير توفيق، كان فاضل مكان واحد في القايمه في الانتقالات لبعد البطوله دي، جابوا بادجي، ويمكن كابتن امير قال لي عشان ما فيش مكان تاني فان شاء الله تبقى موجود معانا في الموسم الجديد يعني ان شاء الله. انا يمكن ما كنتش عامل حسابي من قبلها ان انا يعني كنت تعبت سنه ونص وبتاع، بس ما كنتش فاكر ان هي هتجيلي دلوقتي، فيمكن مكالمه كابتن امير طمنتني شويه وخلتني اشتغل على نفسي واتعب اكتر، عشان خلاص ال6 شهور دول لازم اعملهم كويس. مش معنى المكالمه اللي هو خلاص انا موجود في النادي، ما ممكن ابقى وحش ال6 شهور اللي بعد كده وما ارجعش النادي، بس انا حافظت على مستوايا واديت مع دجله بشكل كويس ويمكن دلوقتي دي النتيجه. يعني رسالتي للجماهير اول حاجه ان انا واحد منكم قبل اي حاجه، انا من وانا صغير بحضر الماتشات في الاستاد وكنت معاهم في كل لحظه، يعني حتى من وانا في الناشئين كنا بنروح نتفرج على الماتشات في الاستاد، فانا بوعدهم ان انا ابقى قد الثقه بتاعتهم وان شاء الله يبقى الفتره كلها فتره بطولات. ورسالتي للاعبين طبعا الماتش الجاي لازم حياه وموت نكسبه، يعني ماتش بطوله طبعا. دي امل كبير ان احنا ان بيكهام يرجع للاهلي تاني، لان هو اصلا ابنه طبعا. النادي الاهلي نادي بطولات، واي واحد اي لاعب يتمنى ان يخش النادي الاهلي، واحمد ابنه هو صغير طول عمره عايز يخش في نادي بطولات ويحافظ على مستواه من هو 9 سنين، واحنا تعبنا معاه وتعبنا ربنا الحمد لله جابه بخير وجابنا الحمد لله، يعني ما فيش فرحه احسن من كده. من سنه 2007 فضلت معاه لما هو عنده 16 سنه، لما دخل لما يعني بقى كويس، وكنت بروح باجي معاه وتعبت معاه، بس ربنا كلل تعبي بخير الحمد لله.
رسالتي الاخيره ان هو يعني يجتهد في الملعب، ويعني لا مؤاخذه يقول ياكل في النجيله زي ما بقوله يعني، علشان يثبت وجوده للمدير الفني بتاعه، وعلشان يحافظ على مستواه. وعايزين طبعا النادي الاهلي نادي القرن ونادي البطولات، وعايزين نفرح ان شاء الله في الاهلي تتويجهم 27 الشهر اللي جاي، الشهر يوم الاحد اللي جاي، يوم الجمعه اللي جايه ده، يتوج بالبطوله والكاس كمان ان شاء الله.